وانا جاهز للف واحترام. واود من هذا المنبر ان اوجه التحيه الى جميع زملائي في الهيئه العامه لرابطه الكتاب الاردنيين. دكتور غسان طنش والاستاذ احمد العون. غسان طنش للاستاذ غسان طنش واحمد العون والاستاذ احمد العون وشادي الباشا ممثلي وزاره الثقافه الذين ايضا ساهموا مساهمه كبيره في انجاح هذا الاجتماع الخير ان شاء الله. باسمي وباسم زملائي الذين نجحوا في هذه الانتخابات نعاهدكم جميعا على ان نكون فاعلين من اجل انجاح الرابطه ومن اجل رفعتها ومن اجل رفعه الكتاب والمثقفين والادباء والباحثين. نعاهدكم باننا سنمد ايدينا لجميع الاخوه في التيارات المختلفه التيار القومي والتيار الثقافي الديمقراطي وتيار القدس واي تيارات اخرى ستظهر. نحن لسنا اقصائيين ونحن نبحث عن من يشد على ايدينا لكي ننهض بهذه الرابطه. هذا الفوز هو فوز لنا جميعا، هو فوز للهيئه العامه، فوزا للبرامج التي طرحت وهي تمثل حقيقه طموحات كل المنتمين لهذه الرابطه. نسعى ونعمل ان شاء الله بان تكون هذه الرابطه مؤسسه وطنيه، مؤسسة وطنية بكل ما تعني الكلمة، تشكل رافدا ووجها مشرقا حقيقيا لشعبنا الأردني. وكما عبرنا في شعارنا ستكون أقلامنا في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة التطبيع وفي مواجهة الإرهاب وفي مواجهة التطرف. شكرا لكم، شكرا للإخوة في تيار القدس، شكرا للإخوة في التيار الثقافي الديمقراطي، شكرا للإخوة في التيار القومي، شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا العرس. ملف تيسير النجار سيتم متابعته إن شاء الله، وسنستكمل ما قامت به الهيئة الإدارية السابقة حتى يفرج عنه إن شاء الله. أستاذ محمود غمور، في آراء كثيرة تحكي عن مسألة تضخم العضوية داخل رابطة الكتاب الأردنيين، ومنها وجود أعضاء لا يملكون أي مؤلفات، شو ردك على الموضوع هذا؟ هذا موضوع حقيقة طرح في الكثير من اللقاءات، ونحن ندرك بأن هناك مشكلة كبيرة في هذه المسألة. أي مواجهة لها ستصطدم بالنظام. نحن نريد النظام الأساسي للرابطة. هؤلاء الذين قبلوا بموجب الأنظمة التي كانت سائدة في حينها. نحن لا نستطيع أن نلغي هذه العضوية بجرة قلم. هذا موضوع يحتاج إلى دراسة. ستعملون عليه عن صحبي يا أخوان. صحبي. هذا كلام تشغلك. مش مؤتمر صحبي. سماحة مؤتمر صحبي. بس سؤال أخير. إلك مؤلفات منشورة؟ نعم، في مؤلفات مثل ما هذه بعدين حقق معي. لا سبب صاحبي مش حقق معك.